اما ليكيب ناسيونال لو مومون لو ديكليك صار في 96 في جوهانسبورغ، وقت قعدنا انا وشكري وعادل وسامي وانا بالو شوا معنا ناحيه لينا الحكايه هذيا ونصفيو القلوب ونمشيو مرجلين والجمعيات لا، وصار ديكلونشي معناها بطريقه ماهيش منظمه، مش محضره فيتو، مش منظمه مش محضره. احنا لعبنا الماتش الاول تعادلناه موزمبيق، الثاني غانا خسرناه، مي عملنا بلوز موان ماتش باهي ضد غانا خاطر يا في عبدي بيلي ويبوا وكيب كيب معناها، ولكن تحسها كلي تسرقت منا الفيكتوار خاطر عملنا ماتش باهي. قعدنا الكوت ديفوار تروازيام ماتش، سيون شاتيلي الله يذكره بالخير راجل فاضل وناس مليح على الاخر، الى لو فلير باش خرجنا نتعشاو بعد الخساره وقت اللي الناس كل ضدنا ولا الناس كل متغشه ولا الناس كل ديسو. خذينا في ريستوران وطيبنا ومرتو طيب وكذا كذا، دونك من غير ستاف وحدنا، دونك بدا الحديث بدات القعده دينا نقربوا لبعضنا، تخلقت الدكليك نتاع ما زال لنا ماتش ونروحوا. كنتي اوبليجي باش كل واحد يطيح شويه منا ويطيح شويه منا، وبدينا نحكي وتخلق النوايو نتاع شكري وعادل وسامي ترابلسي والعبد لله سوا ديزان لي كاتر جراند كلوب، شدينا لي كيفاش نال وقتها بالاولاد خليو كل شيء على جنب وسوليداريتي، وفما شكون خرج على الجروب وجينا كاسبرجي قلنا له هذا السيد ما عادش يلعب وما عادش حاشي شكون معاه. لا عادة تولي مش باهي هكاك توت فاسون صارت ما يتفرجش فينا حد. لا مش حكي تفرجنا حد، احنا منشي حتى حد ما أيوة. من نحكي لك وانا باش نحترم الشخص ما انا من نفرجك عليك. لا نحكي لك انت انت تحب تسمع وتحب تعرف نعرف اماني جو با لو دير بور نو با جيني كلكان دوتر وكاو عارف باش ما نجرحش حد داخل من غادي نشبه الكلام هذا اما بالحق معنا ديكليك عاشت منه ليكيب ناسيونال وخذوه جينيراسيون تاع خالد بدره والبوعزيزي وكشي وهزوه بعد نحن ليكيب ناسيونال اللي بعدهم خاطر يافي دوتر بروبليم ميتريزي اللي هما جماعه اللي جيو من فرنسا جوك بيتا ديسبري اخرى تقسمت هكاكه وقتها بعد تقسمت هكاكه تخلق ان فينومين جديد كومو لو ميتريزي نتاع جماعه اللي جيو من فرنسا. اوروزمون كان فما جماعه اخرين راجعين معاهم من فرنسا بداوا في تونس كيما حاتم وكيما حقي شويه فهمت باش تخلق شويه ايكيليبر. دونك تراديسيون بالحق معناها بالحق تنحات موضوع الجمعيات وتكمبيس في ليك ناسيونال على ولد جمعيتي وهذا مش ولد جمعيتي بنسبه كبيره برشا في 96، وذاك علاش بعدين كما تقول انت على قد النيه على قد العمل، كي كانت النيه باهي جا العمل باهي وجات ريزولتا ربحنا كوت ديفوار اي بوي بدا فينومين نتاع ثلاثة ماتشوات عملوا كيف للعباد الكل فريمون عملوا كيف للعباد الكل على ليبوك بعد ما خشنا عشنا خيبة 94 وكافي تونس وصار دونك هذاكم دي مومون بالحق دي مومون فور دي مومون مهم تكون بستيان فيكم معناها حتى ذلك أهم من يكون فما كوارجية في الملعب. بالضبط لنويو كرويا الفرق بين 94 و96 هالور لا ما نحكي لك فيه بحر فريمون بحر سي فري جات جينيراسيون تاع بوزيزي وقيس وسورتو هذوم الزوز اللي طلعوا بور دو بون في الكان ومهدي بن سليمان طلعوا في الكان هذيك 96 بالكديخ قال خلهم يلعبوا معناها كاسبرجيك اعطاهم لا شونس دو جوي معناها فتق مواهبك. الكاليتي اللي كانت في 94 اي نورم اما وقتها كان عندنا شويه المشاكل اللي نحكيو فيهم عرفت نتاع جمعيات وتدخلات وبيرو مش شد الامور في ديه وكذا كذا فدوني ريزولتا العكس نتاع 96.